انا بس عشان بدون مقاطعه حضرتك عشان نبقى ايه على نور من البدايه، طبعا انا هاكد واحط هايلايت كده على جمله حضرتك قلتها، مفيش حاجه اسمها فيروس بيختفي، في ان هو بياخد اشكال جديده وبيغير وبيطور وبيتحور، واحنا كمان مناعتنا برضو المفروض تكون ماشيه معاه على نفس النسق. عشان كده سمعنا من زمان عن فكره الامراض العائده زي الدرن او السل او الحاجات اللي زي كده، لكن انا عايزه هركز على كورونا. بقالي بتاع اسبوع 10 ايام بسمع شكوى من المحيطين بيا من دور عجيب شويه، هو يومين سخونيه ثم بعد كده كحه غلسه بتقعد مطوله شويه كده، هل ده ليه علاقه بالموضوع بتاع كورونا؟ ليه ممكن يكون ليه علاقه باي التهاب فيروسي. احنا من زمان وكنا دايما دكاتره الصدر يقولوا موسم العمره وموسم الحج، ايوه يجي لنا اهلنا اللي سافروا عمره وحج ودايما معاهم التهابات فيروسيه احنا مش عارفين مصدرها او جايه من دول احنا ما تعودناش عليها، وكانوا يقولنا دايما يزورونا ان دول جالي دور برد في العمره او جالي دور برد في الحج واصبت بعديه بكحه مزمنه اللي بنسميها ومش مزمنه يعني انها تكمل معاها يعني مطوله، خلينا نقول كده. وكنا بنقول دي دايما حاجه اسمها تهيج في الشعب الهوائيه اللي بتحصل بعد الالتهابات الفيروسيه. لكن سواء كانت هذا الفيروس انفلونزا سواء كان الريسبيرتوري سينسيتال فيروس اللي احنا اتكلمنا عليه في وقت من الاوقات، سواء كان كورونا، هو بقى دلوقتي مناعتنا بدات تتعرف عليه وهو بقى اضعف وبقاش يصيب الجهاز التنفسي السفلي. لكن خلينا نقول ان منظمه الصحه العالميه بما ان هي مهتميه بالصحه حوالين العالم شهدت ان في تحور حصل. التحور ده حصل من فبراير 2023 وليس بحديث، وظهر في الصين ثم انتقل لليابان وكوريا ثم امريكا. لكن هل هو المتحور ده يمثل انه ده المتحور السائد؟ ما زاد المتحور السائد هو كورونا. يعني في دوله الصين يمثل 30% من الاصابات، في امريكا يمثل 18%، في كوريا الجنوبيه يمثل 17%، فليس هو اصبح السائد. طب اعراضه مختلفه عن اومايكرون؟ لا، اعراضه مش مختلفه خالص عن اومايكرون. هو بيصيب الجهاز التنفسي العلوي، حراره، سعال، بعض التغير في حاسه الشم، ممكن تصل الى فقد حاسه الشم وليس حاسه التذوق، تكسير في الجسم كويس، لكن كل الاعراض دي بتنتهي تلقائيا. لكن خلينا نحط برضو احنا ما بنصيبش الهلع ان في فئه عمريه معينه واصحاب امراض معينه لازم يكونوا اكثر حذرا عند حدوث هذه الاعراض، اللي هم اهلنا من كبار السن فوق سن 65 سنه، اصحاب الامراض المزمنه زي امراض القلب او امراض الصدر، اللي عندهم سكر غير منتظم، او اللي عندهم امراض مناعيه او بياخدوا ادويه تقلل المناعه زي الامراض المناعيه، دول اللي يكونوا اكثر حذرا من الباقيين عشان يلجاوا للرعايه الصحيه المبكره. علشان هو احنا كورونا لما كنا بنتكلم خارج الهواء لما ظهرت في 2020 وكنا خايفين، كان عندنا خوف من حاجتين، هو احنا هنشخص ازاي وهنعالج ازاي. اصبح دلوقتي العالم كله يعني ما بقاش فيها حاجه للتعلم، عارفين ان المسحه هي الطريق الاسهل للتشخيص طبعا، وعارفين ان العلاج على حسب شده الحاله، في علاج عن طريق الفم للحالات البسيطه المتوسطه، وفي علاج عن طريق الحقن للحالات الشديده. فالعلاج موجود ومتوفر والتشخيص اسهل.